انا بشارك 100 مسابقه. انت كبير بس بدك تربحني. بدي اربحك اليوم. ما ربحتني والله بدي ادعي عليك وانا صايم. بدي اربحك ولا طلعت من الجامع. بدي اربحك لانك صايم. تمام. ما اسم والد النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا مري فكري معي. ما اسم النبي؟ والد النبي، ابوه للنبي. ابوه للنبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد ابن ايه؟ اتذكر عبد الله. احسنت احسنت. وهي ربحتك. هي بتقولي ما ربحتك، هي جائزه بتروح من عند بيت سوريا وبتصرف عليكم. ايه ان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليك جميع. حبيب قلبي الله يتقبل. السلام عليكم. في مسابقه رمضان بتشارك فيها يا عمي؟ بتشارك في مسابقه رمضان؟ وسؤال سهل ها كثير هيك خطفه. انت واقف؟ انا واقف. الله عليك. ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما اسم والد النبي؟ أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام. ربحت إن شاء الله. ألف مبروك. وهي هدية من البيت السوري، تشتري من عنده التصرف. بالهنا إن شاء الله ورمضان مبارك علينا وعليه. الله يتقبل يا رب. السلام عليكم. محمد. محمد، ما هو اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله. عبد الله. وش اسم أمه؟ أمينة. أحسنت. بتربح معنا الجائزة من البيت السوري. وتفضل يا حبيبي. شكرا. إن شاء الله ألف مبروك ورمضان مبارك علينا وعليك. السلام عليكم. في عندنا مسابقة رمضان بتشارك فيها؟ صعب ولا سهل؟ والله أسهل من هيك ما في. ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة ثانية؟ اسم والد النبي. اسمه والد؟ اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله. وما اسم أمه؟ أمينة. أحسن. تفضل يا سيدي. مبارك إن شاء الله. رمضان مبارك علينا وعليك. الله يتقبل. نسأل الشاب هذا. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان تشارك فيها؟ سؤال كثير سهل. نعم. ما هو اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله. وما اسم أمه؟ آمنة. أحسنت. هي هدية من بيت السوري. إن شاء الله رمضان مبارك والله يتقبل. شكرا. أحلى شاب. على رأسي يعني. يلا بسم الله. السلام عليكم. أول شيء اسم كريم؟ حسن. حسن. على رأسي يا حسن. حبيبي يا حسن، اسمات نقلو ها؟ لا ما بنعمل. نشوف معلوماته كويسة. كم سنة بقي ينزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم سنة؟ شهر واحد. تعطيك خيارات. أوكي؟ 23 سنة، 24 سنة، 25 سنة. 23. إجابة نهائية؟ هاي. أحسن. 23 سنة تم ينزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام. وهي هدية مقدمة من البيت السوري. البيت السوري مقدمة 15%. إن شاء الله مبروك ورمضان مبارك علينا وعليك. الله يتقبل يا شباب. السلام عليكم. ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله. محمد بن عبد الله. ابن عبد الله. احسنت. الله يتقبل حبيبي. رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. بالهنا ان شاء الله. شخص انت اعطيها بقى، هي صارت ملكك. بدي اشوف حدا. انت ملكك، اعطيها اللي بدك اياها. بالهنا ان شاء الله. السلام عليكم. في عنا مسابقه رمضان بتشاركوا فيها؟ اسئله سهله ها؟ شو الاسئله؟ سهله كثير. طيب ماشي تفضل شارك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما اسم ام النبي عليه الصلاه والسلام؟ آمنة. وأبوه؟ عبد الله. أحسنت أحسنت. أنت معلوماتك قيمة جدا. تفضل يا حبيبي. هاي هدية من البيت السوري مقدمة بقيمة 15%. صحة وهنا إن شاء الله ورمضان مبارك. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان رح تشارك فيها ها؟ ها أنت شيطانك. إيش رأيك تشاركنا اليوم؟ ما هي أنهار الجنة المذكورة في القرآن الكريم؟ سؤال أسهل منه ما فيها.
أنهار الجنة. أنهار المذكورة في القرآن الكريم، نهر من كذا ونهر من كذا. أيوة أحسن. اثنين أحسن. ثلاثة و فرات. عذب فرات. الماء ملح وجاج. أحسن. لا هنن بس أربعة. نهر من اللبن، نهر من العسل، نهر من الخمر، ونهر من الماء. هدول الأربع أنهر مذكورة في القرآن الكريم، وبتربح معنا الجائزة. ورمضان مبارك علينا وعليك من البيت السوري، والله يتقبل يا حبيبنا. الله يسلمك، شوفكم بخير. السؤال الثاني، من هو والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله. محمد بن عبد الله. وأمه؟ آمنة. أحسنت. امبارحة يا شباب ما حدا عارف. عبد الله بن عبد الله. ما حدا عارف. وين؟ السؤال؟ لا هيك كلها زلمة. تفضلوا بالهنا إن شاء الله. دخيلك. رمضان مبارك علينا وعليك. اسأل؟ لا لا جاوب. هذول فقاقي والله يعرفون. انا ما احب الشهرة بس ايش صور لي سد على الريش. ان شاء الله الف مبروك ورمضان مبارك علينا وعليكم يا شباب. شارك. تامر اهلين. ما اسم الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ في صحابي بس واحد. زيد. زيد بن حارثة. أحسن. وبتربح معنا 15 للبيت السوري. أيوة. اتفضل يا حبيبي. جود شاي. إن شاء الله ألف مبروك ورمضان مبارك علينا وعليك يا رب. شكرا حبيبي. شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. ما اسم الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ سؤال أسهل منك ما بقيها. أسهل من هيك ما بقيت. رأعطيك خيارات. زيد بن ثابت. زيد بن حارثة. زيد بن ثابت. زيد بن حارثة. عمر بن الخطاب. زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. أحسنت. أحسنت. وهي هدية مقدمة من البيت السوري بخبر 15% صحة وألف هنا. رمضان مبارك علينا وعليك إن شاء الله. الله يتقبل يا حبيبي. السلام عليكم. عندنا مسابقة رمضان بتشارك فيها؟ ايه شارك. على راسي. على راسي. اسم الكريم؟ ابراهيم. ابراهيم. على راسي يا ابراهيم. ابراهيم انت شو معلوماتك بالقرآن اللي بالحديث اللي بقيش هيك شاطر كتير؟ معلومات عامة. معلومات عامة. طيب ما هو اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابو للنبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن عبد المطلب. هشام بن عبد المطلب. لا سيدنا محمد ما اسم ابوه؟ محمد بن هشام بن عبد المطلب. هذول أجداده. نقول لك أنا أبوه. أبوه المباشر محمد بن عبد الله لا عبد الرحمن لا عبد المطلب. عبد الله. محمد بن عبد الله. وأمه أم آمنة حليمة السعدية اللي رضعته. أحسنت. أحسنت. لا تنساها. لا تخربط فيها. بتخربط. بسم الله. تفضل خيو. هاي هدية مقدمة البيت السوري إن شاء الله. ألف مبروك والله يتقبل منا ومنكم ثلاث سنة بالدعاء. آمين. رمضان مبارك حبيبي. السلام عليكم. الله يكرمك. الله يسلمك. السلام عليكم. يعني مسابقة رمضان بتشارك فيها؟ لا والله مش مستعجل. شو هيك سؤال على السريع نسأل الشاب هذا الصغير بركي بيعرف. ايش رأيك؟ اسمح لنا. ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبوه للنبي. اسمه سيدنا محمد ابن محمد ابن ساعده. أحسنت. محمد ابن عبد الله. وأمه أم النبي عليه الصلاة والسلام. آمنة بنت وهاب. أحسنت. وهي هدية مقدمة من البيت السوري بتصرفوها بالهنا والشفاء. ورمضان مبارك علينا وعليك. السلام عليكم. ذكروا فيهم أماني هدول. السلام عليكم.